لوحات ومعالم وسولف. في أي مدينة إسبانية تقع ناطحة السحاب أخبار؟ صممها المهندس الفرنسي جان نوفيل، وتم افتتاحها 2005. إسلام، إجابتك مدريد. عاصمة إسبانيا. إجابة خاطئة. ارتفاع ناطحة السحاب 142 متر، 34 طابق. مؤمن مصطفى، برشلونة. يا سلام، لو مش مدريد تبقى برشلونة. هو ماتش كرة؟ ما فين كورتوبا؟ وفين إشبيليا؟ وفين إبيزا؟ صح لا إجابة صحيحة. صح. برشلونة. عشان خاطر نيفين بس. شكرا يا مستر. إجابة صحيحة. واحد إنجليزي تسلق في 2020 من غير حبل أو أي وسيلة أمان. ده راجل غريب بصراحة يعني، متهور يعني، حاجة مش عادية كده. نتيجة اتغيرت.